السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تسمحوا لي إن أنا أقول ملخص المباراة قبل المباراة بتخلص، يعني من بداية الشوط الثاني. أولاً والهدف الرئيسي من الكلام اللي أنا بقوله ده إن أنا أروح أصلي المغرب إن شاء الله في المسجد، يعني ما نأخرش الصلاة عشان خاطر المباراة، عشان ربنا يتقبل منا العمل اللي إحنا بنعمله. وثانياً إن المباراة مقرية من الأول، خيسوس ماشي إزاي وستيفن جيرارد نازل خايف، نازل خايف. خيسوس سابه أول 13 دقيقة يشوف ان هو هيعمل ايه، عاوز يعمل ايه وايه فكره وايه دماغه. لقى ان ستيفن جيرارد بيلعب بشكل دفاعي، بيحافظ ان هو عاوز يحافظ على شباكه. حتى موسى ديمبلي ماسك سافيتش، يعني الراس الحربه بتاعك اللي انت بتلعب بيه مهاجم بتلعب بيه ان هو مساك، يعني انت ازاي فيلندام ماسك سلمان الفرج. فشكل دفاعي باحت لنادي الاتفاق من الشوط الاولاني من بدايه، يمكن في اول دقيقه كوره وراح تصويبه في نص المرمى على ياسين بونو. في الدقيقه 22 ستيفن جيرارد مسك الكشكول او الاجنده بتاعته، كتب شويه تعليمات والمقادير، 2 كيلو بيض على 2 كيلو طماطم على شويه رز على اللحمه تبقى زياده، الزيت والسكر. وبعدين لقينا في هجمه مرتده وانفراده لموسى ديمبلي في الدقيقه 27 كولوبالي تألق فيها. كولوبالي من اللعيبة اللي موجودة ومهمة جدا في نادي الهلال يا جماعة، يعني حائط صد، يعني انت بتتكلم في ايه؟ يعني يقول لك ايه، خيسوس عامل في كل مركز، يعني قائد في كل مركز، قائد من اول ياسين بونو لغاية ما تطلع اللي توصل للموتروفيتش اللي مش هيلعب الماتش الجاي عشان الانذارات اللي خدها امام الاتحاد. ودي بقى مباراة انت تستناها وتجيب حاجتك، ودي مباراة القمة بقى اللي انت هتتفرج بيها وتستمتع بيها، مباراة الاتحاد والهلال لا شك بلا شك. يعني انا ده متوقعاتي النهاردة. كنت منتظر ان الاتفاق يبقى اقوى من كده شوية، يبقى فيه حساسية من اكتر من كده شوية، لكن يا ستيفن جيرارد باين عليك الخوف من اول المباراة، باين وعامل حسابك ان انت عايز تغطي وتغطي ايه. طيب ما هتتفك ستيفن، يعني انت اقول لك الهلال ما بيلعبش يا جماعه بجمله هجوميه واحده ولا جملتين ولا ثلاثه عشان وبعدين انت قلت لك قبل الفيديو ده، قلت ان الهلال يا جماعه بيعمل جمله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه متكرره ممكن في الشوط الواحد، بيغيرها بيلاقيك حفظتها بيغيرها. وبعدين انت المراكز تحول مالكم، وبعدين مالكم مع عبد الحميد سعود عبد الحميد عاملين جبهه رهيبه جدا، تروح الناحيه الثانيه تلاقي سالم الدوسري مكسر الدنيا مع سلمان الفرج. خط النص سافيتش وروبن نيفيز الاثنين عاملين بدور ابن لذينه، ومالكم بيخش عليهم. وبعدين سالم الدوسري تلاقيه دخل على النص، متروفيتش بينزل يستلم. الحركه الدائريه اللي بيعملها روبن نيفيز مع سيفيتش مع المجموعه دي بتحرك الدنيا، والوافد الجديد للودي عامل شغل عالي جدا. طبعا الشكل الدفاعي هتتكلم عليه ازاي، لان دلوقتي انت عندك الاتفاق في الشوط الاولاني بدا في الشوط الاولاني في الاخر انه يلقى نفسه يحاول يهاجم، وشفنا كورتين يعني فيهم خطوره، الكره اللي العرضيه اللي اتلعبت بالراس ثم راس موسى ديمبلي اللي حاول يسجلها ولكن ما قدرش وما استطاعش ان هو يعمل فيها حاجه. لا شكل تكتيكي عالي جدا. بص نرجع نتكلم تاني ونقول لك ان جيسوس او خيسوس مدرب عبقري، مدرب عنده فكر كبير جدا وعنده طريقه لعب متغيره وعنده دكه، عنده دكه بره قاعده منتخب، في منتخب بيلعب للهلال في الملعب ومنتخب بره ما بيتاثرش. ليه؟ لان انت عندك الفكر اللي انت منظمه ومحفظه. يعني انت النهارده لما تيجي تقول لي ان لودي كلاعب جديد منضم للمجموعه، انت حاسس ان هو لسه جديد؟ حاسس بيه؟ لا، حاسس ان هو لسه غريب على الفريق ولا متاقلم مع الفريق؟ متاقلم جدا، بيلعب بشكل كبير جدا. النهارده مثلا لما تشوف ان في وقت من الاوقات في بدايه المباراه الاتفاق كان ضاغط سنه في اول 3 4 دقائق وياسين بونو ما بيطفش الكوره، بيسلم الكوره تعليمات مدرب، اسلمها يعني اسلمها، ما فيش حاجه اسمها ان انا اطفش كوره. ده الفريق البطل، دي روح الفريق البطل اللي هو عاوز يعمل يعني ويحقق انجازات بيحفظها. وزي ما قلت لك ان جيسوس مش حكايه ان هو ينهي الدوري بس، جيسوس انه عاوز بيعمل فريق ل 2025. نادي الهلال 2025 هيبقى عامل ازاي؟
النتيجة مثلا احنا لسه ماشيين مع الماتش، ضغط متقدم برضو، ضغط من الهلال وتراجع من الاتفاق. الاتفاق في الوقت الحالي انا شايف انه ممكن يكون بيحاول ان المباراة ما تهربش اكتر من اتنين، من ان هو يعمل اي نتيجة شكل، ممكن يلعب على المرتدة في وقت من الاوقات. الهلال سريع ان هو خطف الكورة، التحركات والتكتل والشكل الدفاعي المتقدم من عند الهلال قوي جدا، سريعا بيخطف اهو، ادي هجمة للنادي الاتفاق مثلا جامايكي. لا فاول، فاول فاول على كولوبالي. مين كولوبالي؟ كولوبالي خد انذار، ولكن تعال بص بقى للشكل اللي هو بيلعب بيه والرسمي. كولوبالي نجم، نجم شال الانفرادة في الشوط الاولاني من موسى ديبيبلي، والنتيجة 0-0، كانت ممكن تغير حاجات كتير جدا، كان ممكن تغير حاجات كتير جدا. ولكن بص مجملا، هل ان غاب كولوبالي وكان غايب الماتش اللي فات وكان موجود فيه، من يعوض عنده عند الهلال؟ ناس بتعوض النقاط دي كلها، وعنده فرقه واثنين وثلاثه واربعه ودكه البدلاء. خيسوس بينظم فريقه انه يكون عنده شكل دفاعي وشكل هجومي متناسق، وخط النص يكون رابط كويس قوي مع خط الدفاع وخط الهجوم، ومع ذلك بيهتم قوي بحراسه المرمى. يعني انت في كل حته وكل جزء بيهتم بيه كويس قوي، بيذاكره كويس وبيفهم لعيبته انا العب ازاي، وبيختار اللعيبه اللي هي تناسق فكره واللي تنفذ تعليماته. مش في بعض المدربين يا جماعه بيختاروا بعض اللعيبه اللي هي مثلا ايه، عندي اتنين تلاته شايلين الفرقه يبقى خلاص بقيت الفرقه. لا لا، ديسوس او قيسوس ما عندوش الكلام ده كله. كل واحد بتجيد في مكانك، يبقى انت بتجيد في مكانك رقم واحد في مكانك، بيختار اللعيبه اللي تكون منظمه، مش لعيب يشيل لعيب. يشيل لعيب امتى؟ لما يكون مستواك في المباراه غير موفق. يعني ممكن تلاقي متروفيتش مش موفق في مباراه فيشيله سالم الدوسري، ده في مباراه. لكن عامه وبالشكل العام لازم تكون انت لاعب قوي وعندك اداك عشان البطوله. الهلال ما بيهرجش كاداره او مدير فني او لاعبين، منظومه متكامله، جمهور وراهم بيدعمهم عشان تحقيق البطولات وتحقيق الارقام القياسيه. الارقام القياسيه اللي بيحققها الهلال ما بيحققهاش من فراغ. الناس تقول لي ان الهلال النهارده بيحقق ارقام قياسيه، والنهارده بيتخطى في الدوري مثلا او الكره السعوديه، بيتخطى فريق النصر السعودي بفوز ب 14 فوز على النصر. النصر حقق 13 فوز والهلال دلوقتي 14 فوز. رسميا الهلال اعلى بجهد وبشغل وبتعب ومجهود داخل الملعب وتخطيط سليم، مش شكل عشوائي، مش شكل عشوائي خالص. مفيش تهريج في اي حاجه ولا في اي مركز ولا في اي اداء، لا اداره بتهرج ولا مدرب بيهرج ولا لعيبه عندها متعه. لا، لما نخلص الموسم نقعد مع بعضينا ونهرج ونهزر مع بعض كويس جدا. ادي هجمه اهي، كولوبالي بيشيلها. كولوبالي، كولوبالي نجم. نعم كولوبالي. انا هضطر ان انا انهي الفيديو وانزله، والنتيجه 2-0 ان شاء الله باذن الله، واتوقع ان الهلال نهاها بفضل الله. يعني واضحه قوي، دفاع وهجوم وخط وسط وحارس مرمى، فريق منظم. وتحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.